يعني طبعا متوسط حضوري بالتأكيد، يعني أي رياضة في كرة أي رياضة في العالم وخصوصا كرة القدم بدون جماهير فاقدة كتير جدا من متعتها. نتكلم على متوسطات كبيرة جدا في الدوري الأسباني، مش هقارن، لكن حتى لو اتفتحت المدرجات للجماهير كم نادي عندنا يملك من القاعدة الجماهيرية إنه يملى المدرجات بشكل حتى يقرب من الأرقام اللي احنا شفناها دي، على الرغم طبعا يعني انه على مستوى المنتخب وعلى مستوى مشاركات الاهلي في افريقيا وحتى الزمالك في بعض المباريات شفنا الحقيقه تاثير وحضور الجماهير دايما بيكون ليه فعل السحر. في انتظار ال 50,000 اللي هينوروا ان شاء الله استاد القاهره في لقاء الجمعه اللي جاي، وخلونا نقف مع ماتش امبارح شويه قبل ما نتكلم على شكل وطبيعه المواجهه بين الاهلي ومازيمبي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا. بيشرفنا واحد من نجوم النادي الاهلي النهارده كابتن احمد عبد الفتاح، ضيف عليا في السادسه. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء الخير يا ابو حميد، ومبسوط طبعا اني موجود معاك. شفت ماتش امبارح ازاي وشفت النتيجه اجمالا قبل ما ندخل في التفاصيل من وجهه نظرك؟ قبل ما نتكلم بعد اذنك في مباراه النادي الاهلي، عايز من خلالك او من خلال طبعا قناه بيتنا الكبير النادي الاهلي، عايز ابارك لبيتي التاني بقى، انا موظف في بتروجيت، فعايز ابارك لبتروجيت الصعود للدوري الممتاز. مبروك يا كابتن احمد. طبعا بقى له كام سنه بتروجيت؟ اربع سنين في الدرجه الثانيه. فرق نادي محترم. ببارك للمهندس وليد لطفي، طلع لعيبه كتير باسم مجلس الاداره بتروجيت بصراحه. اكيد طبعا. لو اتكلمنا على في وقت من الاوقات احمد شعبان من اللعيبه الكويسين جدا. ومحمود عبد الحكيم ووليد سليمان. صحيح. لعيبه كتير. محمد شعبان. لعيبه كتير جدا. فببارك لمجلس الاداره اللي هو جمال فوزي رئيس النادي. في مقاعد تانية حسمت تأهل الدوري لسه. في دلوقتي محل اعتقد النهارده محل بيلعب النهارده في منافسات حرس حدود. محل بيلعب رؤية. في ماتشات جامده جدا. كله بيفكر دلوقتي في المركز الثاني، واللي بيفكر في المركز الثالث اللي هو البطاقه اللي هي بتلعب تصفيات. ايوه. فبتروجيت الحمد لله بيقولوا يعني بمناسبه شيء بشيء يذكر، بيقولوا انه الدوري ده اختلف بشكله الجديد. طبعاً جمله أكيد وتفصيلا أكيد يعني اكيد دوري المحترفين كانت فكره هايله بصراحه. ايوه. رغم انها واجهت معارضه. انت عارف برضو، بص، اصل في مشكله كبيره جدا الانديه الجماهيريه زي المنصوره، زي انديه الاولمبي. في انديه ترسانه، انديه عريقه كبيره جدا مش موجوده في الدوري ده. اكيد طبعا ليها تاثير كبير جدا. لكن انا شايف الحمد لله بنبارك للترسانه برضو. الترسانه صعدت لدوري المحترفين اللي هو السنه الجايه اللي ممكن تخش ممتاز، والمنصوره برضو ممكن. احنا نتمنى طبعا، انت عارف ان الدوري الممتاز كله يبقى انديه جماهيريه. يا ريت طبعا. انت لسه بتتكلم دلوقتي على موضوع الجماهير. ده حلم طبعا. نتمنى ان شاء الله كده. يعني انت بتتكلم على انديه في دوري اسباني مثلا كل 10 سنين او 15 سنه او 20 سنه لما تاخد بطوله، ومع ذلك بتلاقي ليها شعبيه وليها جماهيريه، لما تلعب ماتشات على ملاعبها. انت عارف حتى ده بيأثر على مستوى البطوله. اكيد طبعا. ريال مدريد لما بيروح يلعب بلباو ولا اي فرقه زاراجوزا ولا على ملعبهم ومع حضور جماهيري، بتلاقي الماتشات صعبه جدا، وبالتالي قوه البطوله والمنافسه نفسها بيبقى ليها طعم. زي ما قلنا قبل كده، لعيب الكوره قدام الجمهور الموضوع بالنسبه له مختلف، بيبقى فيه ابداع، بيبقى فيه حد بيشجعه. طب. غير لما بلعب في مباراه مثلا بحس ان انا في تمرين. أيوة. مش حد بيتفرج عليا، بحس برضو الموضوع. اللعيبه لما بتنده على بعض في الملعب الجمهور بيبقى سامع الصوت. بالظبط. لا، فنتمنى ان شاء الله. احنا نتمنى ان شاء الله. انا كنت بتكلم على موضوع 50,000 متفرج. نتمنى ان شاء الله العدد يزيد من مباراه. انا حضرت ماتشات الاهلي في المنصوره، وماتشات الاهلي مع منتخب السويس، وماتشات الاهلي مع جمهوريه شبين، وماتشات الاهلي في المحله. كل ماتشات الاهلي اللي بره ارضه كانت ماتشات صعبه جدا. أكيد. والحماس الجماهيري بيدي المباراه طعم تاني خالص. أكيد. على الرغم على فكره ان كل عناصر اللعبه ما كانتش في احسن صورها، يعني ما كانش عندنا الملاعب والارضيه اللي موجوده دلوقتي، ما كانش عندنا النقل التلفزيوني، ما كانش عندنا الامكانيات الماديه والارقام المهوله النهارده. فكره الاقتصاد والصناعه ما كانش موجود، لكن الجماهير كانت موجوده، وده الشيء الوحيد اللي ان شاء الله افتقد المنظومه تكتمل بوجود الجمهور ان شاء الله. ان شاء الله نرجع لمشوار الاهلي في افريقيا. كتير من الناس قبل الماتش ده كانت حاطه ايديها على قلبها. الاهلي نتائجه في الفتره الاخيره ما كانتش احسن حاجه. تحس انه اللعيبه مجهده. الغيابات كان معمول حسابها، كانت من وجهه نظر الجمهور. كمان راح تقابل مازيمبي، واحد من اتقل الفرق الافريقيه، ومباراه خارج الارض. كل ده كان مخلي الناس شايفه ان المباراه صعبه. لا اكيد طبعا المباراه كانت صعبه قبل بدايه المباراه، ولكن شخصيه النادي الاهلي بتظهر في المباريات اللي زي دي. لعيبه النادي الاهلي بتظهر في المواقف اللي زي دي. لكن انا ما كانش عندي اي ادنى شك في اداء النادي الاهلي في المباراه زي دي، لان انا من وجهه نظري قيمت مباراه الزمالك واتكلمت في المباراه دي
مع ناس اصحابي وبعض القنوات ناس لا ما صدقوش الكلام اللي انا بقوله، بس انا بقوله من خلالك برضو كلام مهم جدا. مستر كولر لما بيجي يختار او بيجي عنده نظره استراتيجيه مباراه بثلاثه بونت ومباراه سيمي فاينل في افريقيا، طبعا اسم نادي الزمالك اسم كبير، لقاء قمه، لكن انا برضو عندي مشاكل في غيابات كبيره جدا، غياب امام عاشور، غياب مروان، غياب بيرسيتا، وغياب مجموعة كبيرة من بيرس داون الحمد لله رجع المباراة اللي فاتت، غياب مجموعة من اللعيبة مهمة جدا، الشحات ابراهيم، لعيبة كبيرة جدا. فأنا عندي مباراة نادي الزمالك وعندي بعديها بأربع أيام مباراة مهمة جدا هو السيمي فاينل. مش هتكلم على مباراة نادي الزمالك كهو نادي الزمالك اللي هو الناس بتقول لا ده مباراة الزمالك مباراة بطولة، لا هو في الأول والآخر لو مباراة البطولة الأهلي والزمالك على بطولة كان الموضوع مختلف. أيوه. لكن هو بيلعب المباراة عنده 3 بونت، لكن عينه للاختيار الاصعب او الاختيار ان هو لا لازم المباراه دي اكون انا كامل فيها ولعبت تكون في كامل لياقتها مباراه مازيمبي. ففي بعض الاختيارات على الرغم من كل الاعتبارات اللي انت قلتها دي ولا انا متفق معاك فيها او اغلب الجماهير ممكن تبقى متفقه في الكلام ده، لكن انا شايف انه الشوط الثاني اللي قدمه الاهلي قدام الزمالك واحد من افضل الاشواط اللي لعبها مارسيل كولر بالظبط، لما حسوا ان المباراه خلاص بتهرب منهم وانت خسران، جايز مكسبك للنادي الزمالك السنوات اللي فاتت كانت مطمنه اللعيبه ان انت بتكسب في اي وقت، لكن لما حسوا ان المباراه نتيجه 1-0 وادائك في المباراه الشوط الاولاني وحش جدا، لعيبه النادي الاهلي عندهم القدره ان هم يرجعوا مع بعضهم. والشوط الثاني انا كنت شايف النادي فعلا النادي الاهلي ادى مباراه على اعلى مستوى الشوط الثاني، وبعد الهدف التعادل احساسي ان لعيبه الزمالك نفسها يلا بقى عشان احنا مستنيين الجول الثاني. لكن فعلا في اوقات بيبقى التوفيق جاي للفرقه على حساب فرقه، فده طبيعي جدا بيحصل في بعض الوقت، لكن الحمد لله قفلنا الصفحه دي بسرعه ودخلنا على مباراه مهمه جدا اللي هي مازيمبي. اللعيبه الحمد لله شخصيه النادي الاهلي ظهرت في المباراه دي، الجدعنه، الرجوله، ظروف صعبه جدا طبعا. لو اتكلمنا فيها في غيابات، في رطوبه، في درجات حراره، في الملعب، مواضيع كتيره جدا في المباراه، لكن لعيبه النادي الاهلي قد مباراة على أعلى مستوى الحمد لله. نتيجة أنا شايفها مطمئنة شوية، لكن المباراة هنا هتبقى صعبة. إن شاء الله نقفل الصفحة دي ونبدأ نذاكر، لأن فعلا المباراة محتاجة مذاكرة شوية. طيب خلينا قبل ما نيجي للي جاي عايز أقف معاك في كذا نقطة ليها علاقة بمباراة الذهاب. نمرة واحد، التشكيل وطريقة اللعب. كنت متوقع أو كنت مستني أو ده كان الأقرب للطبيعي إن كولر يبدأ بتشكيل مختلف عن هو التشكيل اللي بدأ بيه، وطريقة لعب مختلفة شوية عن الطريقة اللي بدأ بيها المباراة. رغم كده فوجئت ان كولر نزل ضاغط راهن على رضا سليم وأسامة أبو علي وأحمد عبد القادر من البداية، والأهلي يمكن في بداية المباراة ما داش فرصة حتى المازيمبي، ضغط عالي، الخطورة أو صاحب المبادرة كان النادي الأهلي، واضح ان كولر كان نازل بفكر هجومي أكتر منه بفكر فكرة الامتصاص وإن أنا أحافظ على وإن أنا أرجع زون في ملعبي وأحاول إن أنا أتفادى الضغط بتاع مازيمبي. لا بالعكس، شفت في السيناريو بالنسبه لي انا كان مفاجاه، اتفاجئت بالاختيار والتشكيل والطريقه اللي بدا بيها كولر المباراه ولا لا؟ بص هو برده يعني لازم نديله العذر ان الاختيارات عنده مش زي الاختيار لما تكون الفرقه كامله. لكن بنلاحظ احنا عندنا مشكله تملي في نص الملعب، تلاقي كل مباراه نص الملعب مختلف. يعني المباراه دي اكرم توفيق وكوكا وعمرو السلاي، الثلاثه اول مره لعبوا مع بعض ماتش اللي قبليه نيدفيد وكان برضو كوكا وكان اكرم ما كانش موجود، فكل مباراه مشكله في نص الملعب، بالذات ان لعيبه نص الملعب دي كل ما يلعبوا مع بعض اكتر مع الجزء الامامي طبعا بيبقى في تفاهم، بيبقى في هارموني بينهم وبين الخط الامامي. وانت تحط الاسماء دي مع الثلاثي اللي في الهجوم رضا ووسام وعبد القادر هتلاقي نص الفرقه اول مره تقريبا بتلعب مع بعض. لكن زي ما بقول لك التركيز هم عارفين عايزين ايه من المباراه. التوفيق هنا في اول هجمه، لكن ممكن لو كانت جت كان مباراه كره وسام طبعا، لكن انت عارف في توفيق وفي عدم توفيق. أي. لكن هو قدم مباراه كويسه جدا وسام، وخامه طيبه جدا طبعا. المباراه الاخرى بيزداد ثقه في كثير من الجمهور، يعني انا بتابع كده ردود الافعال، في كثير من الجمهور شايفينه من نجوم النادي الاهلي في المباراه بالظبط. لا هو بقى له فتره بصراحه وبالمباراه لسه كمان ما ياخد ثقه، لسه ما ياخد على الجو ده، يعتبر يعني ما لعبش مباراه افريقيه فالمباراه الافريقيه والجو الافريقي ده بالنسبه له صعب جدا. أيوة. كمباراه على ملعب مازيمبي بالشكل ده ويؤدي بالشكل ده لا يحسب لي جدا. فمثل الكره بصراحه يعني تركيزه يعني من اكتر المباريات وانا بتفرج
واحنا بنتفرج كلنا حاسين ان هو عايش معانا. مثلا اي اصابات بتحس ان التغيير جاهز. احمد عبد القادر بدا يتعب تحس ان على طول التغيير جاهز. وسام خلاص فعلا تحس ان هو فتحس ان انت ايه اول ما تيجي تفكر كده احمد عبد القادر خلاص تحس ان خلاص التغيير اتعمل. أيوة. فتحس ان هو خلاص ايه عايش مع الناس وعايش اقرب نسخه الكولر مع الجمهور المباراه دي يعني يعني دايما دايما الجمهور مثلا يبقى يقول لك مثلا ليه مش فلان مكان فلان صح. ليه بدات بفلان وما بداتش بفلان ليه مؤخر التغيير اللي مش عارف ايه كل التغييرات اتعملت اولا في التايم بين الشوطين عمل تغييرين مهمين جدا وبسبب في تغييرات طبعا بسبب الاصابه بس شفنا مثلا بيرسي تاو في نزول بيرسي تاو اداء النادي الاهلي اختلف تماما مع قفشه مع محمود متولي اللي احنا كنا مفتقدين لاعب بالشكل ده ربنا يشفيه يا رب وربنا يبعد عنه هاجي للعائدين بس حابب ابدا معلش يعني اذا كنت بتتكلم على لعيبه انه بالذات عبد القادر كان في كلام كتير جدا على السوشيال ميديا وللاسف في بعض برامج الاعلام انه عبد القادر مش على وفاق وانه العلاقه بينه وبين كولر متوتره امبارح كان في اكتر من لقطه الحقيقه الماتش ده والماتش اللي قبله تاكد على انه يعني الراجل مقتنع جدا بعبد القادر وان العلاقه بينهم طيبه جدا استنتاجات اول ما الاعلام او اول ما النقاد يشوفوا ان في لعيبه ما بيلعبش بقاله فتره يبدا قوي لا ده خلاص ده الوفاق بينهم انتهى ده خلاص هيمشي لكن في انا كمدير فني كل واحد مدير فني بيعرف نفسيه اللاعب ازاي وعايز اعلي مستوى اللاعب ازاي اقرصه شويه اخطفه شويه اخطفه دي معناها بالكوره في كره القدم ابعده شويه عن الفرقه اخليه يشد حلو شويه لغايه ما يبقى احس ان هو يستاهل ان هو يشترك بديله فهو اكتر واحد عارف القصه دي لكن طبعا كلها استنتاجات الناس بتقعد تفكر فيها ده هي مش كلها بتبقى استنتاجات في بعض الاوقات بتبقى فيها سوء نيه شويه وارد بس انا بقول لك هي الكوره كده انا كمدير فني ومعايا لعيب زي احمد عبد القادر ده من اللعيبه اللي ادائها مش موجود في لعيبه كتير في مصر لعيب مهاري لعيب سريع لعيب بيعرف يوصل للجون عنده مشكله شويه في انهاء الهجمه بس هو دي محتاج شويه ثقه شويه محتاج ان هو يكون طماع شويه على الجون لكن هو اللعيب اللي بالشكل ده مش اي لعيب مش اي مدرب يفرط فيه بالعكس طول ما هو جاهز وفت هيبقى رقم واحد في الملعب لانه يفوق على ناس كتيره جدا بمهارته ودي مش موجوده في لعيبه مصر دلوقتي اللعيب اللي بالمهاره بالشكل ده مش موجود في مصر كتير فانا مبسوط طبعا ان هو رجع للفرقه بيزود الفرقه رجع طبعا في غيابات لعيبه برضو كبار زي حسين الشحات طبعا اللعيبه طبعا اللي برضو ما تحس ان برضو النادي ان شاء الله ان شاء الله ربنا يشفيه ويرجع بسرعه ومعلوماتي انه الشحات بيتضرب يعني هو فتره التعادل هو مش حتى بصراحه الثلاثه لو اتكلمنا عن كل واحد فيهم دوره مهم جدا جدا مروان دوره مهم جدا مش مش عندنا اللعيب اللي بيلعب سته كتير وهو بصراحه يعني مروان وديانج ديانج الاثنين مصابين فتحس ان فعلا احنا محتاجين مروان محتاجين المكان ده لان عاملين فعلا مشكله كبيره جدا امام من اللعيبه اللي عندهم رؤيه وبيعرف يوصل ناس المهاجمين وكل اللعيبه الغايبه مؤثرين جدا ياسر ابراهيم الشناوي ياسر وقت من الاوقات والشناوي لو اتكلمنا طبعا عن الشناوي الحمد لله برضه خلينا بقى برضه ندي شوبير حقه بصراحه بقول لك الشناوي طبعا حارس المرمى الاول بس شوبير احنا يعني مش عايز اقول كنا لازم نكتشف حارس مرمى بالقوه دي الحمد لله ان احنا في اوقات الناس ما بتتعلمش غير بالتجربه ما لازم ده طبيعي ده ربنا يعني ربنا يعني اللي خد بالك ملف حراس المرمى في وجود الشناوي كان شوف وانت عندك الحارس رقم واحد في افريقيا وحارس اول لمنتخب مصر وحارس ما فيش اثنين يختلفوا عليه الزملكاويه قبل الاهلاويه طبعا لكن حتى وانت بتتكلم في وجود الشناوي كان دايما ملف حراس المرمى صداع كبير جدا وجزء من جماهير الاهلي عايزين نتعاقد وعايزين حارس مرمى مع الشناوي رغم انه علي لطفي لما كان بيلعب كان هايل جدا وكنا بنقول انه شوبير حارس المستقبل برده ما كانش حد شاري الفكره دي لكن لما الناس شافت قال لك شوبير ما شاء الله ما شاء الله رقم عمل رقم هايل امبارح ست مباريات بدون اهداف دي طبعا حتى في دوري الابطال حطم رقم كابتنه اللي هو كابتن محمد الشناوي خمس مباريات فدي حاجه ولد لازم ندعمه ولازم نبقى في ظهره ولازم نديله ثقه لان انا برده مصطفى مهما ما بيلعب وبيبقى كويس بحس برده في لازمه الصياد للاخطاء بحس ان الناس تقول لك او بتشكك فيه لسه ايوه لا يا جماعه لا بجد يعني مصطفى مش من الناس اللي
خلاص احنا عرفنا ان عندنا حارس مرمى كبير. اه ومش ولد صغير كمان 24 سنه ما عندوش خبره، كملش موسم مع الاهلي. عندنا لسه ما شاء الله نطمن كده، ربنا يديله الصحه 10 15 سنه. ووراه على فكره حمزه علاء ولد هايل ومصطفى مخلوف الحقيقه. هي بس الفرصه بتبقى عزيزه شويه في النادي الاهلي. حرس بصراحه حرس النادي مرمى النادي الاهلي احنا مطمنين دلوقتي. باذن الله الشناوي يرجع ان شاء الله ويبقى في كامل الشفاء وان شاء الله ونشوفه في الملاعب، مهم جدا. لكن الفرقه مش لعيب واحد. لازم يكون عندك لعيب وبديل عشان لما بيحصل في مشكله. وانت شو عارف النادي الاهلي على طول الاصابات، لان دايما من اول الموسم كابتن احنا بواصين على عدد البطولات اللي بياخدها النادي الاهلي، صعوبه المنافسه، قوه المنافسين اللي بيواجههم النادي الاهلي. فبالتالي دايما بنقول في مرحله ما كل لعيب هيبقى له دور، حتى اللي بيبقى زعلان انه قاعد على الدكه او عنده احساس انه لازم يبقى اساسي. هتجيلك المهم لما تجيلك تبقى قدها وتبقى جاهز. اللي بيعجبني بقى في مستر كولر الحته دي، ان هو بيبقى مجهز الناس. يعني بص احمد عبد القادر بقى له فتره بعيده قد ايه؟ ايوه بدا ياخد مباراه في الثانيه، مباراه الزمالك نزل هايل، المباراه اللي فاتت هايل. في ناس بعيد بتبقى بعيده فترات طويله، تيجي المباراه محتاج ماتش واثنين وثلاثه عشان ايه؟ يبدا يخش يقول لك ايه ده حاجه من احمد عبد القادر. هرجع برده بالذاكره شويه، كهربا ساعه مشكلته ما كان موقوف. ايوه وبدا يتمرن ولعب مباراه الاهلي والزمالك، قدم مباراه على اعلى مستوى مع انه كان بقاله فتره طويله جدا موقوف. فاللي بيعجبني في مستر كولر الحته دي بصراحه، اللعيبه كلها بدنيا جاهزين. نسينا نغمه لا ده مش جاهز، ده محتاج بعض الماتشات. لا، اللي بيلعب ولا ما بيلعبش، لا لما بتجيله فرصه دي تحسب لكولر. طبعا يعني متولي مثلا امبارح ما شاء الله لما نزل متولي واكرم، ايه واكرم تقييمك ليهم؟ يعني فكره العائدون متولي لعيب كره مفيش طبعا يعني هو باد لك طبعا يعني حظ وحش كثره الاصابات او تكرارها لكن في النهايه هو كلاعب كره واحد من افضل لعيبه الكره في مصر. اكرم الحقيقه برضو الجرينتا اللي عنده والروح اللي هي روح الفانيلا الحمراء بكل ما تحمله، الكلمه من معاني برضو واحد من اللعيبه اللي ما يختلفش عليهم اثنين. تقييمك ليهم وتقييمك لتوظيف كولر ليهم في الماتش بتاع امبارح. هرجع في نقطه كنت لسه بكلمك فيها من شويه، ان المدرب بيعرف يوصل كل لعيب لفورمته. في واحد بالكلام، في واحد ان انا اقرص ودنه، في واحد ان انا اقعده شويه. اكرم برضو بعد نزوله في مباراه انبي والمباراه رجعت تعادل، وهو راح رمى كلمتين مثل الكوره كده، ان في لعيبه نزلت كانت بتلعب لنفسها، دي كانت قرصت ودن لاكرم، خليته لما يجي لعب لا كان مركز، كان عنده روح وعنده لا انا لازم اغير الصوره دي. فدي ده التعامل الحلو قوي من المدرب، زي المدرب. عايز اقف مع اكرم تحديدا عشان اتكلم على على طريقه تفكير، يعني لا وهحاول اكون في مكان اللاعب نفسه. خد بالك انه اكرم بدايه مشواره نص ملعب، عارف لعب بكرات شويه، نجاحه وتالقه ونجوميته وحجز مكانه الاساسي في المنتخب قبل الاهلي بعد الاهلي كان باك يمين. فكره انك انت لما تيجي ترجعه بعد الفتره دي كلها في نص الملعب تاني، هو ممكن يستقبلها ازاي؟ بص اصل اكرم اللي بيلعب في نص الملعب بيلعب في نص الملعب، وفي تجارب كتيره. لو فكرنا في احمد فتحي، احمد فتحي كان بيلعب نص ملعب وبعدين لعب باك رايت وكان افضل كل نجاحاته باك رايت. صحيح باك رايت. لكن انا هتلاقيه هو بيتمرن طول عمره يعني ايه؟ يعني طول عمره هو يعني في البيت انا بقعد على الكرسي ده. فخلاص قعدت على الكنبه دي شويه، ها؟ لكن خلاص قعدتي هقعد، لكن لما ارجع في مكاني كنت اتعودت. انا نجاحي وتألقي واشاده الكل بيا كانت في هو باك رايت. باك رايت. فبالتالي هل مثلا انا بحاول يعني افهم، هل يلا نبدا المشوار من اول وجديد؟ يعني ناخد السلم من اوله؟ كل واحد هو بيحسبها، انا عايز ابقى موجود في الملعب. وخصوصا كمان معلش ان المنافسه في نص الملعب اصعب بكتير جدا من المنافسه كباك رايت، ان الفرصه في نص الملعب ملعب النادي الاهلي في وجود الكم الكبير جدا اسماء وخبرات وامكانيات اصعب بكتير جدا من الباك. انا بقى كاكرم انا خلاص انا اديت المدير الفني الحلول، انا بلعب في الحته دي وفي الحته دي خلاص. انا مش بتاعتي بقى، هو اللي هيشوف عنده مشكله في المكان ده هيلعبني في المكان ده. انا بقول اكرم على سبيل المثال لان ممكن يكون في اكتر من لعيب كده هكلمك مثلا على قفشه. ايوه قفشه طول عمره بيلعب في حته رقم في حته 10 دي.
في طريقه 4-2-3-1. مستر كولر دلوقتي لغى القصه دي خالص، بلاش نلعب الطريقه دي خالص، بنلعب 4-3-3. قفشه في وقت من الاوقات ما كانش بيلعب خالص، ما كانش ليه وجود. ليه؟ لان طريقه 4-3-3 دي بالذات في الملاعب خارج في افريقيا بالذات لازم يلعب 4-3-3، 3 ديفندرات سته وثمانيتين دور دفاعي وليهم ادوار دفاعيه ودورهم. اشتغل على نفسه في الحته دي قوي، وبقى وشايفه من الموسم اللي فات اشتغل في 8 دي، عمل مباراه على اعلى مستوى. اتقال لا قفشه دلوقتي بيهاجم ويدافع، لان المشكله الاول كان بيتقال على قفشه لا ده بيهاجم بس، رقم 10 ده الكوره في رجليه كويس، لا الكوره مش معاه بيبقى بعيد. لا لكن قفشه دلوقتي فعلا لما بينزل او ما بيبتدي بيشتغل الحته دي كويس قوي. انا لازم برضو يعني شيء بشيء يذكر قفشه كجمهور، يعني لو ليا انا اتكلم على لسان الجمهور، قفشه اللعيب الوحيد اللي لما بيبقى بره الخط واحس انه الجيم مش ماشي في مصلحتنا قوي او انه الاهلي مش مسيطر قوي، لانه بحس ان نزول قفشه هو اللي بيصنع الفار يعني يعني ايقاع اللعب بيبقى تحت السيطره، الاهلي هو اللي قادر يفرض اسلوبه، الاهلي هو اللي بيلعب كوره على الارض، الاهلي قادر يعمل كي باسز او انت كل انت اتكلمت دلوقتي في ايه؟ كل حاجه والكوره معاك. ايوه انا كمدير فني مش بختار او في وقت من الاوقات مش بحسب الكوره معايا بس، بحسب ان انا عندي انا كجمهور انا كجمهور عايز الكوره معايا على طول. انا عايز الكوره معايا على طول، لكن انا انا كمدير فني عشان كده في ناس كتير اتظلمت في الموضوع دي. ايوه والكوره معاهم وفي رجليهم يعني مثلا على في جيلنا كان وليد صلاح الدين طبعا ليه وليد ليه ما كانش بيلعب؟ يقول لك لا لعيب وليد كان بينزل ربع ساعه ونص ساعه، لان وليد والكوره معاه حكايه وروايه. ما حصلش ويغير رتم المباراه ده التغيير اللي كان المدرج بيجبر الجهاز الفني انه يعمله بالظبط يعني ده وليد ينزل يبقى وليد عشان ينزل. الكوره بتبقى في رجليك وبيعرف يتصرف الكوره كويس، بيعرف يغير. خد بالك يا كابتن احمد، اقول لك على حاجه، يعني انت شفت ماتش مانشستر سيتي وريال مدريد طبعا صح؟ الجمهور عايز ايه؟ يعني خلينا نتفق، جمهور الكوره سيبك من الجمهور اللي بيشجع ومنتمي وهو ما تفرقش معاه الرياضه اللي بتتفرج على المتعه دي، يعني في جمهور بيشجع الاهلي فالاهلي بيلعب باسكت بيشجع الاهلي، الاهلي بيلعب طايره لا بيشجع الاهلي، الاهلي بيلعب هاندبول اي رياضه هو بيشجع الاهلي بصرف. لكن اللي بيعشق كره القدم بيبقى مستني الفريق بس يكسب. يعني ايه اللي ممتع بالنسبه لك كجمهور؟ انسى اسم السيتي وانسى اسم الريال، اللي انت عايز تشوفه في ال 90 دقيقه في الملعب هي كره السيتي ولا كره ريال مدريد؟ لو انا مش منتمي لنادي لا كره السيتي طبعا صح، كره يعني كره برشلونه أيوه. في وقت من الاوقات لا كنت بتتفرج على مسرح أيوه. كنت بتتفرج على فيلم سينمائي ممتع، كره في رجل كل واحد لا بيعملوا حاجه في الكوره غريبه جدا. هي دي مدرسه الاهلي يعني مش بيقولوا كل فريق ليه شخصيه، هو الاهلي طول عمره ممتع. لكن برضه في فتره من الفترات ما كنتش يعني مش فترات ده احنا في فترات كتير جدا ما كناش بنبقى نازلين مستنيين الاهلي يكسب، احنا كنا بنقول الاهلي هيكسب كام و90 دقيقه بقى متعه النهارده، بوتريكا وبركات وخطيب وبوتريكا وحسام وابراهيم ووليد واجيال واجيال ما ننساش حد يعني، وحسام غالي وخالد بيبو وسيد عبد الحفيظ. لكن انا بقول لك في وقت من الاوقات ساعات مش كل الماتشات بتنزل عايز تكسب وتلعب وده ممتع. لا ما بتكلمش على ماتش مازيمبي لا انا فاهم ماتش مازيمبي ظروف ثانيه طبعا في ظروف برضو حتى تانية في ظروف يعني احنا مثلا بنتكلم على فرقه النادي الاهلي دلوقتي اللعيبه مش في كامل لياقتها، في اجهاد كبير جدا كل ثلاث ايام مباراه، هو كمان مستر كولر مش عارف يعمل الروتيشن المريح بالنسبه له. عشان اعمل روتيشن بالنسبه لي لازم يكون عندي في كل مكان اتنين لعيبه، لكن دلوقتي انا عندي مشكله في بعض المراكز في واحد خط النص بالذات هو يمكن اكتر خط فيه مشاكل بالظبط كده، خط الظهر احنا دلوقتي يعني رامي ومنعم اجباري مش محتاج اجباري، ياسر متعور وحمد متولي هو بدا يخش. عايز برضو من خلالك اتكلم في نقطه مهمه جدا، نقطه سلبيه جدا في دفاع النادي الاهلي بصراحه يعني، ورجعتها واتكلمت فيها مع نفسي وشفتها في مباراه انبي، ان احنا الكرات العرضيه احنا وحشين قوي فيها قوي الكره، وامبارح شفناها كمان في ماتش مازيمبي الكره الهدف اللي ممكن اللي لعبها طلع في السكس يارد بيلعب بدماغه ما فيش حد بينط معاه. لا في حاجات معينه ما تنفعش، ما دي بيجي التوفيق بيخليك تخسر مباراه في الماتش ده. صحيح. حصل في ماتش انبي كسبان 2-1 والمباراه ماشيه عادي جدا كورنر، وحصلت في ماتش الزمالك اوت رامي التماس وكورنر في ماتش المقاولين. انت عارف مين اللي كان ماسك في ماتش المقاولين مين اللي جاب الجون؟ وسام.
ما حدش بيتكلم وما حدش بياخد بالحاجات دي. انا بقى يعني بركز عارف ان في ان في اللي في العارضه القريبه تملي بياخدها المهاجم الطويل. مودس لما بيلعب بيشتغل في الحته دي كويس قوي، بيطلع الناس اللي بيشتغلوا في التدريب بياخدوا بالهم من الحته دي. هو وسام اللي كسل ينط مع الراجل. اقول كره ثابته لازم الفتره الجايه، لان دلوقتي الكره الماتشات اللي بتعقرب ما بتخلصش غير الكره ثابته. لا حقيقي، واحنا العرضيات يمكن هي الصداع اللي في راس مستر كولر. يعني امبارح برضو زي ما احنا اخفقنا في تسجيل واستغلال الفرص، الكره بتاعت وسام هم بالظبط كده في واحده لازم واحده او اثنين او ثلاثه كمان. لازم رامي وعبد المنعم يشتغلوا عليه كويس قوي. ياسر ابراهيم مش هقول مش عيب ان احنا نفكر، خد بالك رامي كمان ومنعم، يعني يمكن الديو ده الاسمين دول مع بعض. انا عارف ان كل لعيبه الاهلي مجهده، بس الاسمين دول كمان شايلين بيعمل روتيشن مع الفرقه كلها، منتخب واهلي. يعني هما الاثنين اساسيين منتخب، هما الاثنين اساسيين اهلي. اللعيبه كلها معلول ممكن يريح ماتش ياخد كريم دبيس، هاني رايح ماتش ياخد دومر كمان. الاثنين دول هيغير هيلعب مين؟ هيلعب وممكن يلعب محمد هاني يلعب في الحته دي. طب انت عندك المكان هتاخد من حته عشان تبوظ حته؟ لا، ما هو هي دي مشكله برضو. طب اقول لك عشان اعمل الروتيشن المظبوط لازم يكون عندي في كل مركز لعيب اثنين لعيبه على الاقل على الاقل. فهو مش عارف يشتغل على الحته دي، بيحاول في الحته اللي قدام شويه. مثلا حسين بيلعب طاهر محمد طاهر شويه، احمد عبد القادر عنده عدد وافر شويه في الايه في المراكز الثانيه الجناح. معلوم ما بيلعبش، لعب عمر كمال عبد الواحد شويه، كريم دبيس خد شويه ناحيه اليمين، محمد هاني، اكرم توفيق، عمر كمال. فعنده الاختيارات، لكن حته المساكين لا مفيش. طب مشكله كبيره جدا. طيب عايز قبل ما اقول السيناريو الافضل بالنسبه لك في المواجهه اللي جايه، عايزك تقرا لي فرقه مازيمبي ازاي شفت الفريق. وانا يمكن يعني حتى في تحليلاتنا لفرقه مازيمبي قبل الماتش الاسبوع اللي فات وفرقتنا لعناصر الفريق قلنا ان مش هو مازيمبي اللي كان وحش من هم بيعملوا فرقه جديده، لكن في النهايه برضو انا شفت فريق عنده شخصيه، عنده رغبه، قدر يوصل، قدر يهدد. جوله اولى خرج من ملعبه بنتيجه مش في مصلحته قوي، ولو ان انت لما تيجي تبص لها من وجهه نظر تانية تلاقي انه التعادل الايجابي او الفوز النتيجتين يصبوا في مصلحه مازيمبي، في حين انه الاهلي فرص هو تحقيق الفوز بس. ازاي شفت او قريت الفريق وطريقه لعبه وعناصر الخطوره فيه وتوقعك ورهانك على السيناريو اللي ممكن يكون جاي بيه القاهره يقابل بيه الاهلي في ملعبه؟ لا هو كتيم زي ما بقول لك، هو هم بيقولوا ان هم في مرحله تكوين فريق قوي يرجع ينافس تاني، يرجع تاني. أيوه. عندهم طموح وعندهم رغبه ان هم يرجعوا بسرعه. هم تيم بيلعبوا كوره كويسه، لكن الملعب بيفيدهم كتير جدا. الملعب بيفيدهم جدا جدا. هو الطبيعي انك لما تبقى متعود تلعب على انجيل صناعي، خلاص اتعودت. انا هقول لك، ما انا هحكي لك على انا فاهم طبعا، وتلعب على انجيل طبيعي مش ده يحسن من مستواك يعني بالنسبه للاعبي الكوره؟ لا. هو مستواه هو. لكن في حاجه، اصل انا عاشرت القصه دي، كنت مدرب في الانتاج الحربي سنه 2009 2010، كنا اول سنه صعود الدوري الممتاز. كان اول ملعب استاد نجيل صناعي في مصر ملعب الانتاج الحربي. كان استاد روعه، استاد الانتاج الحربي اللي هو دلوقتي نجيل طبيعي. تمام. بس اول ما اتعمل نجيل صناعي. عايز اقول لك ان في مصر ما كانش في حاجه اسمها نجيل صناعي خالص. كنا بنغرق الملعب شويه ميه كده ونيجي نتفرج على الفرقه اللي بتلعبنا، جت لعبنا وهم بتسخن، اللعيبه مش عارف توقف الكوره. بناخد يعني مثلا اللعيب اللي هو بيسخن بيبدا اول 30 دقيقه مش هو خالص. ايوه، سرعه الكوره مختلفه، بيقبل ما طبعًا. يتعود. أيوه. بنكون احنا مخلصين الماتش، سنس الكوره في حته ثانيه، احنا بنكون مخلصين الماتش. لكن التعود على الملعب، خلاص انا اتعودت. الخصم لكن لما على انت بقى اللي بتلعب على ملعب نجيل صناعي نص ماتشات الموسم، تطلع على تلعب على نجيل طبيعي، ده يعلي منك ولا ممكن يعلي مني؟ يعلي ممكن يعلي مني، مش هتختلف. أيوه. بس ممكن برضو سرعه الكره تختلف معايا شويه، لان انا برضو متعود على الكره السريعه. الكره السريعه، الكره بتجري بسرعه، الناس كتير لاحظت كمان بسرعه، انه امبارح كان في ميس باس كتير جدا، وكان في عدم قدره انك انت تعمل كنترول على الكره بسهوله. انت عارف انا لسه جاي من ليبيا، كنت بشتغل في الدوري الليبي. الملاعب الليبيه كلها انجيل صناعي كلها انجيل صناعي، صعبه جدا، حاجه صعبه جدا.
موضوع بالنسبه للعيبه مهلكه جدا. ايوه انك انت تتمرن طول السنه على ملعب نجيل صناعي ده مضر جدا للاعب كره القدم. ف هو هيجي على هنا لا بالنسبه له استاد القاهره متعه. ايوه كما ارضيه ملعب وهو من الناس شكلهم من الناس اللي بتلعب كوره بتلعب كوره. هما ففرقه هتتعبنا. لكن الرغبه هنا بقى وشخصيه النادي الاهلي على ملعبك وطموحك ان شاء الله باذن الله المكسب يوصلك للمباراه النهائيه ان شاء الله يعني هنا تختلف الدوافع. هم عندهم دوافع وانت عندك دوافع. مين بقى اللي هيبقى جاهز في المباراه دي؟ اتمنى ان شاء الله تكون عدد كبير جدا من لعيبتنا في فورمتها في اليوم ده. اختيار طبعا الجهاز الفني للعيبه يكون اختيار طبعا برضو المدير الفني برضو زي لاعب الكوره زي الحكم بيبقى موفق او مش موفق في بعض الاختيارات توارد جدا. انا بيبقى عامل كمدير فني عندي عامل سيناريو معين الناس مش اللي بتتفرج مش 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 فاهمه السيناريو اللي انا بفكر فيه فبلاعب حد معين يطلع شكل وحش او 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 يبقى وحش في المباراه فالناس تقول لك بص هو لاعب مين؟ طب اللاعب ده لو كان انا اخترته وكان كويس طبعا هتشكره في الاختيار. طبعا صح مظبوط فده اللي والعكس بيحصل الصحيح. اتمنى التوفيق للعيبه عشان لما كل معظم اللعيبه اكتر لعيبه موفقه يبقى اللعيبه كلها اليوم ده يبقى يومنا ونقدم مباراه كويسه ان شاء الله. واتمنى طبعا في وجود بعض الاختيارات اتمنى انا كاحمد نفسي مثلا بيرسي تاوي يكون موجود من بدايه المباراه نفسي كهربا يكون بادئ من المباراه. كهربا بيرسي تاوي على حساب رضا سليم يعني هتغير في الاسماء ولا هتغير كمان في البوزيشن؟ لا نفس البوزيشن يعني نفس بيرسي تاوي اشتغل الجنب اليمين احمد عبد القادر كهربا مهاجم نفسي في نص الملعب. ما تبتديش بوسام لا انا تبتدي بكهربا عشان كهربا وسام لعب عمل مجهود كبير جدا المباراه دي والمباراه اللي قبل نادي الزمالك ها فلعب ماتشين تقال في خمس ايام كهربا ما لعبش فنشاط كهربا يبقى اكتر هاخد دوافع كهربا اكتر كهربا من اللعيبه اللي ده ممكن تستفيد كمدرب تستفزها واخد شحنه كامله فانا مستني بالظبط كده فانا عايز العب عشان اهدف فهتاخد منه حاجه كويسه طبعا نص ملعب محاير بالنسبه لك؟ طبعا متهيألي يا رب ان شاء الله ان شاء الله كوكا بالنسبه لي مهم جدا يا رب ان شاء الله تكون جاهز هو والسولية باذن الله ان شاء الله ودلوقتي خلاص لو اكرم تلعب بثلاثه برضه لا لازم تلعب بنفس الطريقه خلاص اكرم باذن الله وخط الضهر طبعا معلول وهاني ومحمد عبد المنعم ورامي يعني الله يكون في عونهم بصراحه استهلكوا بس يعني ان شاء الله كده اللعيبه تجهز ونبدا نريحهم شويه شويه لو بتلعب انك انت تامن واعتقد انه السيناريو الاسهل والافضل اللي انت هتراهن عليه انك انت تسجل الاول لازم طبعا يعني فكره انك انت بس يعني انا محتاج الشوط الاولاني يعني يا رب ان شاء الله تكون النتيجه 2-0 طبعا لو اتنين هي بدايه حد الامان يعني بدايه حد الامان لان الفرقه دي اولا ما تامنش في الكور الثابته كمان عندهم اطوال يا رب بيطلعوا كويس بدماغهم هم ما عندهمش الهداف بس وارد جدا ان هم مش ما كانش يومهم ده وفي توفيق يحصل في المباراه أيوه. فوارد جدا لكن هم وصلوا جهاز التوفيق كان معانا مصطفى الشوبير في بعض الكور يعني في واحده من الكور خلاص ده بقى ده في واحده في ضربه جزاء شاطها في صدره في واحده ضربه جزاء خلاص ده يعني الراجل لوحده جوه الصندوق وارد جدا يعملها كده مصطفى يعمل كده تخش يعني أيوه. وارد صح. جدا التوفيق وما تقدرش تلوم مصطفى لو دخلت خالص خالص فاحنا ده الناس كاتبه كومنت يعني على الانقاذ ده على الكره دي تحديدا انقاذ اسطوري لمصطفى الشوبير طبعا طبعا ده عدى كده زي ما بيقولوا زي السكينه في الجاتوه أيه. بقى قدامهم كلنا لقينا مره واحده قدام مصطفى شوبير واحنا مستنيين الحمد لله التصوير وحش احنا مش شفناش اصلا الكوره راحت فين ولا ده احنا لسه هنتكلم في موضوع التصوير ده بصراحه حاجه سيئه احنا ما اتفرجناش على المباراه ايوه احنا ما اتفرجناش على المباراه انا طبعا علقنا على ده طول المباراه عمال ابص هي الكوره فين صحيح طيب خليني قبل ما اكلمك على ازاي استغل الاهلي الاخطاء الدفاعيه اعتقد انه في اوقات كتير جدا اتكشف انه خطوط خط ظهر او خط دفاع مازيمبي هو اضعف خطوطه الحقيقه وان الوصول لمرمى مازيمبي حتى على ملعبه الصعب والظروف الصعبه اللي اتكلمنا عليها ليس بمستحيل ازاي الاهلي يستغل ده في مباراه العوده يوم الجمعه بس خليني اروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن احمد عبد الفتاح. وانا في الفاصل كنت يمكن بتكلم او بفتح الموضوع اللي هفتحه مع كابتن احمد بعد الفاصل ومع حضراتكم طبعا وفكره سلاح التصويبات من الخارج وده سلاح غالبا الفرق الكبيره دايما بتحتاج له وبتلجا له في مواجهات صعبه عنيفه وكان ممكن يكون من مفاتيح لان ملعب ماتش امبارح او ارضيه ماتش امبارح
تسهل بشكل كبير جدا من قدرتك على استغلال التصويب عن بعد، لانه طبيعه الارضيه او النجيله بتسرع دايما من الكره، وده بيصعب على الحارس بشكل كبير استقبالها. وده يمكن كانت واحده من الملاحظات، ليه الاهلي ما بيستغلش الجزئيه دي مع مستر مارسيل كولر؟ وهل دي مسؤوليه مدير فني توجيه لعيبته ان هم يلجأوا لاصلاح التصويبات، ولا هل هي اكتر شخصيه لاعب، ولا هل هي هل هو سيناريو بيتفرد اثناء احداث المباراه، انه لو لاعب لقى نفسه قريب محدش ضاغط عليه، المسافه قريبه يقدر يشوط، او بتبقى اكتر تعليمات وتوجيهات من جهاز فني يا كابتن احمد؟ بص، اول حاجه المدير الفني او الجهاز الفني لازم خلال الاسبوع لازم يكون في جزء تصويب. فمفيش مدير فني بيشتغل بيشتغل كده، بيحط كراسته كده قدامه، بيحط لازم جزء من التمرين، مش بتكلم كل يوم لان دي مثلا مره في الاسبوع. ايوه يعني تصويب لازم. انا بشوف في بعض الاوقات في فرق في اوروبا بيتمرنوا على التصويب من مسافات بعيده في جول بتاع هاندبول بالظبط، مش جول كره قدم. وفي بعض الاوقات الجول الكبير ده بيبقى مقفول ومحطوط فيه دواير معينه رنجات كده عشان يمرنوا اللعيبه على دقه التصويب. بص، دي برضو التصويب بالذات دي مهاره، زي مهاره اللي بيلعب براسه كويس، مهاره زي اللي بيراوغ كويس. فالتصويب دي مش في كل لاعب، التصويب دي بتبقى عند ناس معينه. دي حاجه بيكتشفها المدرب ولا حاجه اللعيب نفسه؟ لا، اولا اللعيب الاول هو اللي بيثبتها للمدرب. اللعيب بيثبتها. لان في لعيب بتبقى عنده الحته دي. اول ما بيمسك الكوره مثلا، وهي بالذات بتبقى موجوده في لعيب نص الملعب. اول ما الكوره بتتعدل يعدل الكوره ويروح شايط. دي عندنا موجوده في مصر في مين او في النادي الاهلي؟ مين؟ السوليه وامام عاشور وقفشه. بالظبط. بصراحه قفشه البليسنج بتاعه مصر كلها بقى، لو فكرت مش لو اتفرجت على كده الدوري المصري هتلاقي احراز الاهداف عن طريق تصويب قليل جدا. هتيجي تقول لا ده الجهاز الفني ولا لا، هو مش الجهاز الفني، هو برده اللعيبه نفسها. فين الشخصيه اللي تحمل مسؤوليه ان انا اول ما الكره تتعدل يكون في فرصه اشوط مره، اغلط، حطها مره في السماء، مره جنب العارضه. هي محتاجه اولا جراه، محتاجه تمرين برضو يا كابتن. ده اكيد. التمرين احنا خلصنا منها، ان هو اي مدرب انا معاك في اللي انت بتقوله، بس انا هقول لك مثلا كده وانا مغمض. ديانج في الاهلي شويط، عمرو السوليه شويط، امام عاشور شويط، مروان عطيه شويط، محمد مجدي قفشه شويط. يعني كوكا اظن انه لو جرب نفسه رجليه حلوه على الجون. انا بقول لك يعني دي بتبقى رغبه في اللاعب او هو اللاعب. لكن لما اجي اشوف عدد تصويبات الاهلي في السيزون قليل جدا، مش في ماتش، في سيزون الاقي قليل جدا. يبقى دي رغبه لاعب، لكن انا متاكد كمدير فني او مدرب لا بيشتغل معاهم وبيتكلم معاهم في النقط دي كتير. لان زي ما كنا بنتكلم في الفاصل بنقول اي فرقه بتلعب قدام النادي الاهلي بتعمل تكتل دفاعي. صحيح. احنا كشغالين في الـ في الـ في, الـ في الكوره وبنشغل تدريبات، هنلاعب فرقه مثلا بتعمل تكتل، يا جماعه طب احنا عندنا عشان نضرب التكتل ده عندنا جزئين، الجزء الاولاني يا اما كرات عرضيه، يا اما الجزء الثاني بوفيل على ال 18، يا اما الجزء الثاني اول ما الكره هتتعادل لحد قدام ال 18 يفكر في التصويب على طول. هي دي النقطتين اللي بيكسبوا اي تكتل. فدي مفروض تبقى عند لعيبه نص الملعب النادي الاهلي كلهم، لازم مع التدريب، ممكن مع الكلام الكتير مع اللعيبه بشكل حتى فردي. كابتن سامي قمصان مثلا قبل المباراه ياخد اللعيب كده على جنب، خلي بالك فكر في التصويب كتير، الجون ده عنده مشكله في كذا، الكره بتقع من جون الحارس. احنا بنعمل كده ساعات، لازم تكون طماع شويه، الكره معدوله مش معدوله شويه، شوت مش مشكله، اغلط مش مشكله. لكن التصويب نفسه مسؤوليه، لانك انا بتحمل مسؤوليه ان اللعيبه وهم بيشتغلوا كده ولسه في بدايه هجمه اروح عادل الكره مثلا وشايط. ساعات اللعيبه بتتضايق اللي تلعب معايا مثلا، واحد بيتحرك واحد، لكن دي مسؤوليه. لكن دي مهمه جدا جدا، لازم فاكر انك انت تكون مسؤول انه قدام زمالك في الملعب انك بتضيع مجهودهم في هجمه. لكن عادي جدا، لازم قاطع لك مثلا حته كويسه، ولازم مجازفه، لازم عشان اجيب جول لازم مجازفه، لازم افكر في التصويب، لازم اكون اناني شويه في الحته دي. عشان الكره زمان كان في لعبه في النادي الاهلي اول ما الكره بتتعدل كان مجدي عبد الغني، زي كان خالد جد الله، لو قلت اسامي كتير جدا يعني اول ما بتتعدل، سمير كمونه، هادي خشبه، اول ما بتتعدل هشام حنفي مدفعجي برضه بالظبط كده. يعني فدلوقتي ما فيش موجوده خالص. اتمنى ان شاء الله النقطه دي الجهاز الفني حتى كابتن سامي يتكلم مع لعيبه وهم نازلين المباراه، يفكرهم يذكرهم. ده احنا بنعمل احنا في التسخين اخر حاجه في التسخين بنعملها التصويب.
طب احنا بنعمل التصوير ليه؟ بنكمل التسخين وخلاص؟ لا، عشان اول فرصه للاعب يشوط تجيله في الملعب ما يتعورش. فدي بتتعمل في التسخين المباراه. أيوه. فبتعملها ليه؟ عشان اغلب الاصابات في العضلات بتيجي نتيجه انه ورد، لانه التصويب، لان التصويب عضله كبير جدا. اه بالظبط، ممكن او سبرنت طبعا. بالظبط. طب عايز اروح للناحيه الثانيه معاك سريعا. شفت تابعت ماتش الترجي وسان داونز؟ شفت النص ساعه في الشوط الاولاني وشفت الهدف يعني. لكن قبل الهدف سان داونز ضيع، جاب هدف بس اتحسب اوفسايد، كان اوفسايد. المباراه طبعا على ملعب الترجي اكيد موضوع مختلف تماما، انت عارف سان داونز على ملعبه موضوع فرقه مختلفه تماما، وهي مباراه صعبه جدا. ولا مختلفه ولا حاجه، ما هم كانوا تعادلوا مع الوداد، الوداد واحتفلوا بالوصول للنهائي وراحوا خرجوا على ملعبهم. ما انت عشان كانوا متعادلين في الوداد صح، وتعادلوا هناك. هم لما بيتغلبوا تلاقي التركيز بتاعهم بيقل شويه، هم لعيبه كوره. اتمنى ان شاء الله، انا كاختياري كمثلا ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي لو وصلنا باذن الله النهائي، ان شاء الله هيوصل ان شاء الله باذن الله. تقول لي اختار الترجي ولا تختار سان داونز؟ هقول لك دي ليها مميزات ودي ليها مميزات ودي ليها عيوب ودي ليها عيوب. حاجه برضو اختيار صعب. الترجي برضو اسم كبير والكره التونسيه صعبه جدا والملاعب رادس، احنا موفقين عليه. لكن وسان داونز طبعا فرقه كبيره، بس انا شايف ان سان داونز هو اي فرقه هتلعبها في النهايه كابتن وعندها فرص 50-50 انها تتوج بالبطوله، اكيد هتطلع اشرس ما عندها واصعب ما عندها، ده ما فيش شك فيه، وخصوصا انه فرقتين بتتكلم على فرقتين كبار. بالظبط بالظبط كده. فان شاء الله باذن الله نوصل. لكن مين الاقرب من وجهه نظرك؟ سان داونز. سان داونز اقرب للنهائي. ومواجهه الاهلي وسان داونز بالنسبه لك ان شاء الله حل تخطينا عقبه مازيمبي تبقى اسهل ولا اصعب؟ لا، مباراه صعبه جدا جدا صعبة جدا جدا. هتحسبها بقى على حسب المباراه الاولى تبقى فين. ايوه. والمباراه الثانيه تبقى فين. هو طبعا ان شاء الله طبعا كل التركيز على ماتش الجمعه اللي جاي، لانه ان شاء الله الكلام عن المباراه النهائيه لسه بدري قوي. بس هو الفكره كمان انه انت بتتكلم في ماتشين 18 و25، يعني بتتكلم في اقل من شهر بتكون النهارده هتكون بتلعب. لو تخطيط مازيمبي ان شاء الله هتكون بتلعب برضو مباراه نهائيه، وده بالتاكيد فرصه انك انت تصحح قيم الاوضاع. بس ما انت برضو ان عندك مؤجلات كتيره جدا، هتلعب حوالي 4-5 ماتشات مؤجلات، ربنا يستر في الاصابات من اللعيبه الفتره دي ان شاء الله. يعني ان شاء الله في لعيبه بترجع، لكن في لعيبه يعني ربنا يستر على اللعيبه، ربنا يسترها عليهم ان شاء الله ويحافظ عليهم ويرجعوا لنا بالسلامه، لانه اعتقد انه برضه قوه ضربه لا يستهان بيها ان شاء الله. شفنا هو ثلاثه هم كانوا متعورين ما بيلعبوش امبارح، برضه خد كوكا واكرم توفيق برضه تعوروا يعني، فما تعرفش ان كل مباراه فربنا يسترها. حساباتها ايه ان شاء الله باذن الله خير. خليني اختم معاك بكلاسيكو الارض النهارده، ريال مدريد برشلونه. انت الاول كاتالوني ولا مدريدي؟ انا كنت كاتالوني بقى وايام ميسي و... بطلت خلاص. خلاص ما بقتش اتفرج عليهم والله بصراحه. فرقه مختلفه تماما يعني. ايوه. كان الواحد بيحط رجل على رجل كده ويلا بقى عايزين نتمتع، بس مش عايزين بتفكر المكسب ده كان خلاص ضامنينه. عايزين نتمتع. لكن لسه كلاسيكو الارض بالنسبه لك ولا لا؟ بالنسبه لي لا ما بقاش. دلوقتي مانشستر سيتي بقى فرقه مع فرقه مع اي حد. صحيح. رغم كده خرجوا من ال هو كلاسيكو الارض دلوقتي مانشستر سيتي وريال مدريد. بصراحه مانشستر سيتي وريال مدريد مش عملوا ايه في ريال مدريد اللي هي اقوى فرقه في العالم، كانوا بيلعبوهم في ثلث ملعبهم بس كده. بس في الاخر مين اللي كسب؟ سبحان الله يعني. التوفيق هنا راح لمين؟ سبحان الله. مش كل الفرق، مش كل الفرق الكويسه بتكسب. انا فاهم طبعا، مش كل الفرق الكويسه على فكره، ده جزء من متعه كره القدم. مش كل الفرق الكويسه يعني في اي رياضه ثانيه الفرق الافضل غالبا هي اللي بتفوز. ما انا بقول لك مش كل الفرق الكويسه تاخد كاس العالم. قليله جدا ما بتحصلش. تلاقي فرقه كويسه جدا كاس العالم انت راح تتفرج، لا ده اللي هياخد كاس العالم، تلاقيه خرج من الدور الاولاني. سبحان الله، هي الكوره كده. ايوه. لا فيها جزء توفيق كبير جدا يعني. وفيها جزء شخصيه برضه. اكيد طبعا، اكيد. يعني فيها أكيد جزء شخصيه. والتوفيق بيروح للمجتهد. مين الاقرب بالنسبه لك في بايرن ميونخ وريال مدريد وبي اس جي وبروسيا دورتموند؟ ريال مدريد هيلعب فاينل. ريال مدريد هيلعب فاينل. هو يعني كتير شايفين انه ريال مدريد طريقه اصبح هو موفق. موفق. انا الفرقه يعني انا ما بحبهاش بصراحه. ولا انا بحبها برضه. لكن عندهم اعتذار للريال وعشاقه لان هم كتير انا عارف لا يعني. لا بس لا 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 فرقه محظوظه، مش هقول محظوظه يعني، لا لا فرقه موفقه. بس هرجع اقول لك الموفق بيروح، التوفيق بيروح للمجتهد. لو انت بتختار مدير فني لتولي مسؤوليه نادي، تختار كاركتر او تختار مدير فني جوارديولا ولا تختار كارلو انشيلوتي؟ لا الاثنين بصراحه عباقره. بس مين هتختار؟ واحد منهم
انت من مدرسه ايه؟ مدرسه المتعه جوارديولا. جوارديولا. لكن لو عايز المكسب بقى بدون متعه، ما اقول لك اللي عايز يروح يستمتع يروح يخش السينما. جلوله وقال ايه خش السينما، لكن الراجل فكر في المكسب. وخد بالك التاريخ، بس عايز اقول له حاجه، التاريخ هو بيقول كده، هو بيقول كده، بس هو عشان هو من جواه عارف ان هو كان ممكن عادي يخسر في اي لحظه. طبعا. بشكرك كابتن احمد، نورتنا وشرفتنا. لقاءنا اللي جاي ان شاء الله باذن الله، باذن الله يكون بعد تجاوز الجوله اللي جايه في بطوله دوري الابطال. نتمنى التوفيق لرجالتنا مع بعض، ولحظه بلحظه هنتابع معاكم اخبار النادي الاهلي يوم بيوم وساعه بساعه، ونحاول نحط كده عينينا على السيناريو المنتظر ان شاء الله. وباكد زي ما بدات الحلقه بختم مره ثانيه انه احنا منتظرين دور جماهير النادي الاهلي ان شاء الله في الملعب، اللي واثق وبدون شك انها هيكون ليها دور كبير جدا. التذاكر تقريبا تعتبر، يعني تعتبر نفذت تقريبا، بنتكلم على 50,000 حضور جماهيري، اكيد هيقوموا بدور كبير جدا في مواجهه مازيمبي، وكل التوفيق للاهلي ان شاء الله. انت خطفتني، ما لحقتش ابارك طبعا لكابتن سيد عيد المدير الفني لبتروجيت، ببارك له بقول له الف مبروك، مجلس الاداره اللي هو جمال فوزي، كابتن اباظه نائب رئيس النادي، احمد كابتن مهندس احمد فوزي مشرف مع الكوره، صراحه عملوا حاجه رائعه السنه دي. مبروك ليهم وشكرا مره ثانيه يا كابتن. ونشوف بطوله السنه الجايه ان شاء الله كده في الدوري الممتاز. شكرا جزيلا كابتن احمد على وجوده معانا، وشكرا ليكم على المتابعه. تحياتي ليكم، وبكره حلقه جديده ان شاء الله من السادسه.